Muhammad Ibrahim. لا يا مايك يا مايك، الضربة القاضية لمايك إيفيبرا، 33 نقطة لعبوا شعب المايك إيفيبرا، كان عنده 4 ثواني بهالهجمة، بياخد المحاولة الثلاثية، 6 ثلاثيات لمايك إيفيبرا، بيطلع الفارق لسبع نقاط 63-70، ولاحظوا مرة ردة فعل للجهاز الفني لفريق الحكمي. تستحق نرجع نشوفها. رح تطلب المخرج جوني ابي راشد يعدلنا اياها لانه بالفعل بتستاهل. محمد ابراهيم هو اللي عمل التمريره الحاسمه، 11 تمريره حاسمه لمحمد ابراهيم.